ردوا بالكم أيها المغاربة، احنا في خطر، احنا في خطر بفعل هاد المجموعة اللي جات سيطرت على الحكومة بالمال وباستعمال المال. وعمرو ما يتصور المغربي أنه اللي عطاه 200 درهم باش يطلع كينتظر منه شي خير. راه هذيك 200 درهم راه خصو يردها بملايير، وفعلا هادشي اللي كيديرو. أزمة ديال اللحوم، المغاربة خصهم يعرفوا وكنأكدوا وكنقولوها على أن مخطط المغرب الأخضر كان هدفه الأول هو القضاء على الفلاحة المعيشية والقضاء على الفلاحة المستدامة. والفلاحة المستدامة هي اللي كانت كتعيش طبقة الفلاحين الفقراء والمتوسطين اللي عندهم داك شوية ديال الطريف ديال الأرض. ولكن جاو وحيدوا كما حيدوا الدلاح المغربي، وحيدوا البطاطا المغربيه، وحيدوا مطيشه ديال المغاربه، وحيدوا هاد الزريعات كلهم، وجابوا زريعات مستورده هدفها استنزاف التربه، استنزاف كل الموارد الطبيعيه والماء، وخلونا راهينين لهاد الزريعه والادويه اللي كتجي معاها، لان هاد الزريعه المستورده ما يمكنلهاش تعيش بوحدها، خصك تشري معاها الاطنان ديال الادويه. كما فعلوا هذا الشيء في الزراعه فعلوه في 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 اللحوم. كيفاش فعلوه في اللحوم؟ طمعوا مربي الماشيه المغربي بانه يبدل البقره المغربيه بواحد البقره مستورده، وقالوا له اودي راه ما تبقاش دابا تخلي الثور المغربي ولا العجل المغربي يتوالد مع البقرة المغربية.